بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وعافية. نستكمل معكم محاضرتنا لمساق محاسبة شركات، ومع الفصل 12 والمحاضرة 4، والتي تتحدث عن رأس مال الشركة المساهمة العامة. طبعا بالبداية هناك عدة مواد تتحدث عن رأس مال شركة المساهمة العامة. المادة الأولى وهي المادة 95، ويوجد في المادة 95 ألف يحدد رأس مال شركة المساهمة العامة المصرح به، وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني، ويقسم إلى أسهم اسمية. طبعاً بتكون قيمة السهم عبارة عن دينار واحد، بشرط ألا يقل رأس المال المصرح به عن 500 ألف دينار، ويكون رأس المال المكتتب به عن 100 ألف دينار أو 20% من رأس المال المصرح به، أيهما أكثر؟ الفقرة باء من المادة 95، يسدد الجزء غير المكتتب به خلال 3 سنوات من تأسيس الشركة أو رفع رأس المال حسب الأحوال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال المدة المذكورة فيراعى ما يلي. إيش ما يراعي؟ واحد، إذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن 500 ألف دينار عند انتهاء المدة، فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً. 2، إذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن 500 ألف دينار عند انتهاء المدة، فيحق للمراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً 500 ألف دينار. طبعاً ذلك بكون خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة. طيب، إذا تخلفت الشركة عن ذلك، يحق للمراقب بعد الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة 266 من هذا القانون. جيم، يجوز لمجلس إدارة الشركة إصدار الأسهم اللي بتشكل أي جزء غير مكتتب به من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة، وبالقيمة اللي يراها المجلس مناسبة، سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الإسمية أو أعلى أو أقل منها، على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها. د، على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية. إيش الطرق؟ واحد، ضم الاحتياطي الاختياري لرأس المال. 2، رسم للديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك. 3، تحويل إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون. ها، لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به. أما بالنسبة للمادة 96، يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة، لكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لموروثهم. طبعاً يطبق هذا الحكم عليهم إذا اشتركوا في ملكية أكثر من سهم وتحد من تركة موروثهم. طيب، على أن يختاروا في الحالتين أحدهم ليمثلهم اتجاه الشركة ولديها، إذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس إدارة الشركة، يعين المجلس أحدهم من بينهم. هذا هو ما نصت عليه المادة 96. أما بالنسبة للمادة 97، وما نصت عليه بأن تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية،
وتسدد قيمة الأسهم المكتتب به دفعة واحدة، ويجوز أن تكون أسهم الشركة عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقاً لأحكام هذا القانون. طبعاً تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية. أما بالنسبة للمادة 98 وفي الفقرة ألف من المادة 98، تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل أو أكثر تدون فيها أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم وعمليات التحويل التي تجرى عليهم وأي بيانات أخرى تتعلق بها وبالمساهمين. باء من الفقرة من المادة 98 مع مراعاة أحكام طبعاً الفقرة جيم من هذه المادة، يجوز للشركة أن تودع نسخة من السجلات، طبعاً السجلات المشار إليها في الفقرة ألف، لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات إذا رغبت بذلك. نأتي بعد ذلك إلى الفقرة جيم من المادة 98، في حال رغبة الشركة المساهمة العامة في إدراج أسهمها لدى السوق فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية والخاصة بتسليم السجلات المشار إليها طبعاً في الفقرة ألف التي تحددها هذه القوانين والأنظمة والتعليمات. ننتقل إلى الفقرة دال من المادة 98، يجوز لأي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لأي سبب كان وعلى كامل السجل لأي سبب معقول طبعاً، وأيضاً يجوز لأي شخص آخر له مصلحة حسب ما تقدره المحكمة أن يطلب من الشركة الاطلاع على سجل المساهمين، وبحق للشركة في جميع الأحوال أن تتقاضى بدلاً معقولاً في حالة رغبة أي شخص أو مساهم استنساخ السجل أو أي جزء منه. هذا هو ما نصت عليه المادة 98. بعد ذلك ننتقل إلى المادة 99 والفقرة ألف من المادة 99، يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أنهم يغطوا أو يجب تغطية كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها وأنهم يزودوا المراقب بما يثبت ذلك، طبعاً على ألا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين على 50% من رأس المال المصرح به، وأيضاً لا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخص. أما بالنسبة لي الفقرة باء من المادة 99، يجب ألا تزيد مساهمة المؤسس أو المؤسسين في الشركة المساهمة العامة عند التأسيس على 75% من رأس المال المكتتب به، ويترتب على المؤسس أو لجنة المؤسسين طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب حسب ما يسمح به قانون الأوراق المالية المعمول به. أما بالنسبة للفقرة جيم من المادة 99، يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، إلا أنه يجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم طبعاً بعد انقضاء 3 أيام على إغلاق الاكتتاب. أما الفقرة دال في جميع الأحوال إذا لم يتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب يجوز
تسجيل الشركة بعدد الأسهم التي اكتتب بها على ألا يقل رأس المال المكتتب به عن الحد الأدنى. طبعا هذا المنصوص عليه في مادة 95 والتي تم شرحها. أما بالنسبة للمادة 100 يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة. طبعا يعتبر باطلا أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة. أما بالنسبة للفقرة باء يستثنى من الحظر طبعا المنصوص اللي بالفقرة ألف من المادة 100 انتقال السهم التأسيسي إلى الورثة وفيما بين الزوجين والأصول والفروع، أيضا كذلك انتقاله من مؤسس لمؤسس آخر في الشركة، وانتقال السهم إلى الغير بقرار قضائي أو نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق أحكام القانون. بعد ذلك ننتقل إلى المادة 101 مع مراعاة طبعا النصوص الواردة في أي قانون. يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أو مجلس إدارتها أن يعهدوا بتغطية أسهم الشركة إلى متعهد تغطية أو أكثر. هذا هو ما نصت عليه المادة 101. أما بالنسبة للمادة 102 والفقرة ألف من المادة 102 لا يجوز لأكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في تلك الأسهم. أيضا يحظر الاكتتاب الوهمي أو بأسماء وهمية، وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في أي من الحالات المنصوص عليها طبعا في هذه الفقرة. ب يجرى الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة بشكل يتفق مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى. أما بالنسبة للمادة 103 على الشركة تزويد المراقب خلال مدة، هاي المدة ما بتتجاوز 30 يوم من تاريخ إغلاق أي اكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة كشف. هذا الكشف يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها. هذا هو ما نصت عليه المادة 103. بعد ذلك ننتقل إلى المادة 104. إذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب، هذا يؤدي أو يترتب على الشركة تخصيص الأسهم المطروحة على الاكتتاب وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. أما بالنسبة للمادة 105 تكون الشركة مسؤولة عن إعادة المبالغ الزائدة على قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب. طبعا هذا بكون خلال مدة ما بتزيد عن 30 يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب أو إقرار تخصيص الأسهم أيهما أصدق. طبعا إذا تخلفت عن ذلك لأي سبب من الأسباب فيترتب كل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة 30 يوما المنصوص عليها في هذه المادة، وبمعدل أعلى سعر للفائدة السائد. طبعا هذا السائد بين البنوك على الودائع لأجل خلال ذلك الشهر. بعد ذلك ننتقل إلى المادة 106. بالنسبة للمادة 106 يرأس اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة المساهمة العامة المشار إليه طبعا هذا في مادة 92 من هذا القانون أحد أعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة الشركة بموجب أحكام المادة 92 من هذا القانون. طبعا بتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي: 1. الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة الشركة الذي يجب أن يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع أعمال التأسيس وإجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها طبعا والتثبيت أو التثبت من صحتها ومدى موافقتها للقانون وللنظام الشركة الأساسي.
اثنين، الاطلاع على نفقات التأسيس ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثلاثة، انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة. أربعة، انتخاب مدقق أو مدققي حسابات الشركة، طبعاً بيتم تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها. أما النقطة باء من المادة 106، طبق على اجتماع الهيئة العامة الأول إجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة. نأتي إلى الفقرة جيم والفقرة الأخيرة من المادة 106، تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة وأعمالها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة، وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس. إذن في هذه المحاضرة تم شرح بداية الفصل 12 والذي بعنوان رأس مال الشركة المساهمة العامة، وتحدثنا في البداية على النصوص القانونية المتعلقة برأس المال. تحدثنا عن المادة 95 والتي تتكون من 5 فقرات، والفقرة الأولى التي كانت تتحدث عن تحديد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به، وأيضا الجزء المكتتب به فعلا بالدينار. حكينا أنه يقسم إلى أسهم اسمية وبتكون قيمة السهم الدينار، قيمة السهم دينار واحد. طبعا الشرط أنه ما بتقل عن رأس المال المصرح به عن 500,000 دينار. أيضا رأس المال المكتتب به عن 100,000 دينار أو 20% من رأس المال المصرح به، أيهما أكثر. طبعا بيتم تسديد الجزء غير المكتتب خلال 3 أيام من تأسيس الشركة أو رفع رأس المال حسب الأحوال. طبعا في حال تخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به بنراعي عدة نقاط. النقطة الأولى، إذا كان رأس المال المكتتب به بيزيد عن 500,000 دينار عند انتهاء المدة، طبعا بيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعليا. أيضا إذا كان رأس المال يقل عن 500,000 عند انتهاء المدة، يحق للمراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد المبلغ اللازم. أيضا يجوز لمجلس إدارة الشركة إصدار الأسهم اللي بتتشكل أي جزء غير مكتتب به من رأس المال المصرح به، طبعا حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة، طبعا سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الإسمية أو أعلى أو أقل. أيضا على مجلس إدارة الشركة المساهمة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب، وحكينا أنه في كذا طريقة، منها ضم الاحتياط الاختياري، رسمة للديوان الشركة، تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل. الفقرة الخامسة من المادة 95 كانت تتحدث عن لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به. بعد ذلك انتقلنا إلى المادة 96 وتحدثنا بأنه يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز الورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد. بعد ذلك انتقلنا إلى المادة 97 والتي تتحدث على أن تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وطبعا تسديد قيمة الأسهم المكتتب به دفعة واحدة، وبيجوز أن تكون أسهم الشركة عينية مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد. أما بالنسبة للمادة 98 إنه التي تتكون من 4 فقرات، إنه بتحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل أو أكثر تدون فيها أسماء المساهمين وعدد الأسهم. أيضا مع مراعاة الفقرة ألف، إنه من هذه المادة يجوز الشركة أن تودع نسخة من السجلات لأي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين. أيضا في حال رغبة الشركة المساهمة العامة في إدراج أسهمها لدى السوق، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين. أيضا يجوز لأي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لأي سبب كان. هذه ما تحدثت عنه المادة 98. أما المادة 99 والتي يوجد بها 4 فقرات، الفقرة الأولى وهي ألف، يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها أنه يتم تغطية كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك. أيضا يجوز ألا تزيد، يجب ألا تزيد مساهمة
المؤسس أو المؤسسين في الشركة العامة عند التأسيس على 75% من رأس المال المكتتب به. أيضاً يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس. وأيضاً في الفقرة الأخيرة من المادة 99، في جميع الأحوال إذا لم يتم تغطية جميع الأسهم المطروحة فيجوز تسجيل الشركة بعدد الأسهم التي تكتتب بها على ألا يقل رأس المال المكتتب به عن الحد الأدنى. بعد ذلك انتقلنا إلى المادة 100، وأيضاً تحدثنا على أنه يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة. طبعاً باستثناء من الفقرة ألف انتقال السهم التأسيسي إلى الورثة وفيما بين الزوجين والأصول والفروع. أما بالنسبة للمادة 101، طبعاً مع مراعاة النصوص الواردة بأي قانون، يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أو مجلس إدارتها أن يعهدوا بتغطية أسهم الشركة إلى متعهد تغطية أو أكثر. بعد ذلك انتقلنا إلى المادة 102، وتحدثنا أنه لا يجوز لأكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في تلك الأسهم، طبعاً بيحضر الاكتتاب الوهمي أو بأسماء وهمية. أيضاً يجرى الاكتتاب في أسهم الشركة بشكل يتفق مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى. بعد ذلك انتقلنا إلى المادة 103، على شركة تزويد المراقب خلال مدة ما بتتجاوز 30 يوم من تاريخ إغلاق أي الاكتتاب في الأسهم المساهمة العامة كشفاً بيتضمن أسماء المكتتبين، طبعاً مقدار الأسهم اللي اكتتبوا كل منهم فيها. بعد ذلك انتقلنا إلى المادة 104، إذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب، هذا بترتب على شركة تخصيص الأسهم المطروحة على المكتتبين وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. بعد ذلك انتقلنا إلى المادة 105، تحدثنا بأنه تكون الشركة مسؤولة عن إعادة المبالغ الزائدة على قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب، طبعاً هذا خلال مدة ما بتزيد عن 30 يوم من تاريخ إغلاق الاكتتاب أو إقرار تخصيص الأسهم أيهما أسبق. وأخيراً تحدثنا عن المادة 106 وثلاث فقرات. الفقرة الأولى، يرأس اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة المساهمة العامة المشار إليه طبعاً في المادة 92، هذا من هذا القانون أحد أعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة الشركة. وبعد ذلك انتقلنا إلى الفقرة باء، تطبق على اجتماع الهيئة العامة إجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، هذا في اجتماع الهيئة العامة الأول. أيضاً جيم، تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة والمساهمة العامة وأعمالها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة، وطبعاً وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى المجلس. هذا ما تم شرحه في المحاضرة الرابعة والتي كانت بداية لمدخل رأس الشركة المساهمة العامة، وبالتوفيق لكم جميعاً.